geliyor. Hazırım, şunlarını tekabül edeceği bir ahya, o diye ödedi. Ufak şimdi hatta delay isim yapmış. Bir sürat ateşi oluyor. Öster el adem bir kudret, o bir şey. O bende bir kemden hava ki el mandels, bir kudret mandels, left and right, tamam. O bende bir kudret bir fayda. Tamam. Sen ne kadar basically, most of the time, وكون عندنا هم مشاكل في الأسينور أو مشاكل في الأبينور أو مشاكل في الكافي قص نفسهم يصير عندهم إمكانية إنهم تجنريت أكشن تفشل لحد تمام؟ أو مرات لما يضخم الكافي يصير الحجم بتاعه كبير تمام؟ يصير دايليشن لما يصير كبير السيجنال بتجي تيجي وبعدين بتروح بالهارت ماشي؟ فإذا كان في أي جزء من الهارت صار في ريبولاريزيشن شو معنى؟ أنا عاوز درستك تصل مع المسلمة شو بتساوي؟ بترجع مرة ثانية شغل وبسموها ري انتري يعني كان المسلمة بتروح وبتعمل مرة ثانية بتكون شغالة مع بعضها طيب شو بتعمل؟ بتعمل اللي هو irregular heartbeats تمام؟ طيب فعشان هيك هذا هو الاي سي جي يعني هذا الاي سي جي irregular heartbeats من خلال بنعمل diagnosis تمام؟ لكثير من المشاكل اللي بتصير بالحرب بالذات في علاقة أو في أشياء كثيرة. الجزء الثاني معظم الدرجس أو كل الدرجس اللي راح نحكي عليهم basically they have something to do إما مع الأكشن بتنشر تات الأسينور أو مع الأكشن بتنشر أو في فاتي مصر. هذا السورة اللي بنابه الفاتي مصر اللي هو بنتشر مصر يعني مش الأكلية الأكلية طبعا نفس الصورة بس بتتفش وزيلة تمام؟ طيب هل نيجي من عند الأسينور؟ الأسينور شايفين هذا الفيسبوك يقولون هذا spontaneous generation لأن في عنا القنوات عند الصوديوم اللي هي ديليك اسمه الصوديوم اللي يدخل تكون هذا الصوديوم بيخلينا هذا الممبرين يروح من خصم الممبرين بوتنشال ماينس 16 ماينس 14 من سرعة الفيجوال بسرعة الأكشن بوتنشال كان اسمه وبعدين ريبولاريزيشن اللي هو منتشر واضحة؟ هسا لما احنا نحكي على fast heart rate معناها هاي جايزينها فيس فور بيصير هيك تاخذين معي شيء اسماعيل باخذ وقت اقل حتى انه يصير عندي ثريشولد هسا لما احنا بنحكي على بريدي كارد انكريز في الحفريه هاي شو بصير فيها؟ هذا سلوب تايم بلاير بصير هيك واضحه؟ هسا الاسد الكوني نورمالي بخليه هيك ليش اسد الكوني بخليه هيك؟ لانه بيعمل ديكريس لكل شيء البنفريشن شو فيها؟ بزيد بطلع منين؟ واضحة؟ فإحنا من خلال الأسد الكوني من خلال البنفريشن ممكن مكان ديب ويبس شكل؟ برايمري هسا إذا في عندنا أشياء بتسكر قنوات الكالسيوم بتسكر قنوات البوتاسيوم المفروض هي كان بيرجع تمام؟ لما نيجي على الكارديك مصر له هاي الفيس فور شايفينه؟ هذا هو الفيس فور اللي هو ريستنج ميمبرين تمام؟ لكن بس الميمبرين بوتنشال بتاعت مصر ليش بتكون؟ هل 90 ماينس 90 تمام؟ وبعدين نيجي فيس زيرو هذا فيس زيرو هذا فيس زيرو تمام؟ هون كالسيوم هون شو هو؟ صوديوم قنوات الصوديوم بتفتح بسرعه على طول كمان هي كمان هاتش بوتنشال فعشان هيك احنا ممكن نقلل هاي شويه الاكسايتيشن تاعها اذا استخدمنا ادويه بتسكر قنوات الصوديوم فبدل هاي ما تطلع دغري شايفين الوقت الزمني اللي بعطيك قديش؟ شو بتسوي فيها؟ بشفتها شوي زي فبصير سلوور مش هيك؟ بعدين بيجي عندنا الفيس 1 2 اللي هو البلاتو اللي هو مين اللي بنحكي عليه؟ كالسيوم على كالسيوم بالضبط بعدين شو بيجي عندنا الفيس اللي بعدين؟ اللي هو فيس البوتاسيوم This is the ريبولاريزيشن اللي هو عباره عن ايه؟ بوتاسيوم عن بوتاسيوم تمام؟ طيب هسه مع كل هذه الاشياء اللي حكينا عليها في عندنا هاي اللي بسميها ريفراكتر بيك مش هي ريفراكتر بيك حكينا ما بصير فيها سكندري اكشن بوتنشال ما بصيرش فيها ابدا اكشن بوتنشال واي اتس امبورتنت انه ما يصير فيها اكشن بوتنشال ثاني عشان ما يصير في اريذيميا او عدم انتظام طبقات القلب في السكريت المصري كان اكشن بوتنشال اطلع وبنزل صح؟ كيف بدنا نقول؟ ليش؟ يعني احنا ممكن نعمل سستين كونتراكشن بالمصري شو هي سستين كونتراكشن؟ بالطول يعني بدنا نخلي ايدي هاي مقرر ساعه نص ساعه ربع ساعه ليه كثير؟ ليه؟ لان الاكشن بوتنشال دي فيوز توجذر بيجوا مع بعض
طب هسه if this happened to the cardiac muscle they fuse together شو راح يصير؟ ما بصير في ما ما بتخدم هاي فترة لا هاي فترة كلها في السيرفر كونتراكشن هاي ديكولاريزيشن هاي كل ديكولاريزيشن هون كيف هاي ريلاكسن فهسا احنا اذا بدنا نطول هذه الفترة نخلي الريفراكتوري بيريد اطول شو ممكن نسوي؟ نطول كونتراكشن تعال نستسلم للسيرفر بصير الديكولاريزيشن اقل او انا ما اتذكر الاسم بنسكرهم بنخلي البلاترو اطول ففي كل الاحوال شو راح نسوي؟ حسب الغوز تاعك هاي دراكس احنا بنعالج الذين شو بدنا؟ اول شغله بدنا تسبريس ابنورمال بيتس ما بدنا ابنورمال بيتس بيصير بالبحر بس نمبر 1 نمبر 2 بريفنت فاذر اربينيز ما بدنا انها تتطور الى اكثر من اللي هي موجوده بنوقفها تمام؟ المساله الثالثه بيستور نورمال تو داينامكس ستيتس تاعت الكارديو فاسكولار سيستم الدراكس اللي بنستخدمهم بناخذ معايا الكلاسيفيكيشن تاعهم اللي هو اكوردنج تو دير predominant effects on the action potential إما على الكارديك مسل أو على السكوندكتيف سيستم واضحة؟ المجموعة الأولى اللي هي بنسميها 1A1B1C regardless تمام؟ كلهم بيشتغلوا على القنوات تاعت الصوت شو بيسوي قنوات الصوت؟ ديبولاريزيشن فعشان هيك they slow phase zero natural phase zero على فوق الصوديوم خلينا اياها سلو ليش مسكرنا القنوات في فترة اطول بعدين تمام المجموعه الثانيه اللي هي بيتا ادرينرجيو ادرينرجيك ريسبتور بلوكرز هي بتبلوك البيتا ريسبتورز ما هو بلوك الاكشن تاع مين تاع الانفليشن بيساوي بزيد الهارت ليش بيزيد الهارت ريت بقلل الثريش هولد بس اي نوت اكتيفيتي تمام ويزيد الكونتراكشن فيلوسيتي ويزيد كل هذا الاشياء طبعا يزيد كمان اللي هو الكونتراكتيف بتاع تمام بس احنا بنقول لك قد الكارديك في حاله انه صار عندنا قله في اللي هو الكونتراكتيف بتاع تمام بنفرم بزيد اذا بنستخدم بيتا بلوكر راح يصير يعني راح يصير عندنا ديكريز بالهارت ريت ديكريز في اللي هي ستراكتور وبناء عليه ديكريز دي أوكي. واضح سيدي؟ تمام؟ إذا هذول اللي هي الفيس فور دي بلاريس من الناس اللي نود بيجي بيجي. ده تروح الفيس فور؟ اللي تطلع على الثريش لا اللي تطلع على الثريش هول. تمام. المجموعة الثالثة اللي هي بوتاسيوم شانل بلوكرز. زيد ريبولاريزيشن معناها ريبولاريزيشن معناها ريفلاكتور بيريد بتزيد معناها الفتره بين 1 كونتراكشن اند كونتراكشن بتزيد زياده اذا لونج كيس 3 ريبولاريزيشن واضحه؟ نعم المجموعه الاخيره اللي هي كالسيوم شانل بلوكرز دي انهبيت اكشن بوتنشال في الاس اي نود اند بي بي نود دول كالسيوم شانل بلوكرز اصلا حكينا عليهم المره الماضيه ليش استخدمناهم؟ عشان تزيد الكونتراكشن لا
احنا عندنا هارت فيلير فاحنا بدنا نزيد. اي قاعد تعمل جوجل انا بشوف اللايف في المسج سيرش تاعها هاي الترم سيرش تعمل سيرش ولا تودي مسج يلا عميلة بسرعة بسرعة حاضر حبيلي كالسي جاي بلوكس ليش استخدموها؟ to decrease the contractility تاع الفاسكولار سيستم عشان يعملوا فازو دايليشن فازو دايليترز قبل هم يحرقوا تأثيرهم على العرق قليل بس تأثيرهم على الفاسكولار يعني على الاسي نود على الاي بي نود يشتغلوا كمان الكارديك مصر مش كثير على الباسكولار سيستم كثير واضحين بيعملوا باز دايليشن الشكا عشان هيك احنا استخدمنا المره الماضيه از انتي هايبرتنسيف شكرا كنت استخدمه عشان الهايبرتنشن فيلير استخدمه الارتيريديميا وبعد شوي استخدمه هو يعني هايبرتنشن نفس الدور نقول له تعطيه هم الثلاثه بس احنا نقول له ليش بدنا نميز هذا عن هذا اللي كان يشتغل تمام واضح يا شباب طيب خلينا نمشي يوم واحد وقت بسرعه لان هسه ما بقى شيء هسه كل اللي احنا سويناه بيزكلي احنا فهمنا كيف هو التراكس بشكل عام بيشتغل تمام هسه طلع عندنا اسماء عندنا كلاس 1A انت كلاس 1 شو بيساوي؟ صوديوم بلوكرز they block the sodium channel هاي they bind to sodium channels and they prevent sodium influx لاحظوا هذا الاكشن بوتنشال ابلس ابلس هو الاصلي تمام هسا شو صار في كل ما عطاني دريك؟ يزيد شوية. هو اتس شيفتد يعني السلوك تاعه صار مختلف مش هيك؟ إذا ذا سلو ذا رابن اب ستروك دورينج اللي هو الفيس زيرو تمام؟ هسا له تأثيرات ثانية برضه تنهبس بوساسيوم شانل اند فلور كالسيوم شانل. إف إت داز ذيس شو معناها؟ بيطول فترة معناها بتخلينا الريفراكتوري بيدي برضه شو معناها؟ أطول أطول تمام يعني صار عندنا شغلتين احنا بنلايبر لي هذا الأكشن تاعها الأولاني ثاني زيادة تمام عشان هيك زي ما حكينا انه هو اللي تو ستوب برودكشن فيلوسيتي اند انكريزز ان هو طبعا بنحكي على دوائر كوانيدين وبروبينايت تمام الفرق بيناتهم انه هذا الكوانيدين هاز امين الفا ادرينرجيك بلوكينج بروبرتيز. لما يعمل مواد من الألفا للنرجس بيصير شو الخير يصير؟ فازو دايليشن؟ يعملوا فازو دايليشن، إذا عملوا فازو دايليشن شو الخير ممكن يصير؟ يقلل البلد بريشر. إذا بيعمل هايبرتنشن، إذا انترفينس ادمنستريشن اوف هايبرتنشن. هايبرتنشن. بيكوز إنه برضه ممكن إنه يتحد مع مين؟ الألفا. مع الألفا ادمنستريشن. برضه عنده كمان activity against اللي هي الأسيتيل كولين الدوبامينرجيك هسا البروبامين اللي هو سيميلر بس يعني ما عندوش activity على الألفا تمام؟ تأثيره على الأسيتيل كولين بيكون واضح شباب؟ واضحة؟ إذا هذول المجموعة اللي هو الكولينين and البروبامين المجموعة الثانية اللي هي كلاس 1B برضه بيشتغلوا على وين؟ صوديوم هو اللي كان اتذكر من حكينا عن لوكال انستيتيك تذكروا من الاكبر بنستخدمه لوكال انستيتيك اند انت ارينيك دراك ليش؟ لانه بيتحد مع الصوديوم شانلز على النيورونز لما يتحد على الصوديوم شانلز شو بيساوي؟ ذا بلوك هاي الفنوات اللي كان عليه بلوك السنسيشن اكشن بوتنشال بلوك البروبوجيشن اوف ذا اكشن مش هيك؟ طب الان هون شو بيساوي؟ اللي هو بيزيد زي ما حكينا قبل شوي اللي هو شفت شفت ذس وان اولسو ات كان شورت تيرم ان هي الاكشن بوتنشال ابيليشن تمام استخدمها في ديفنت اللي بتذكر تكي كارديا ايماجيو بالكيكولار اللي هو كونتراكشن وان امبورتنت ثينج اللي احنا ذكرنا من التعليدو كان اللي هو ادمنستر اي بي تمام بيكوز اوف تصير له ميتابوليزم بالليفر بصير له اللي هو ميتابوليزم من خلال فاست باس ترانسبورتيشن من خلال الدبل تمام عشان ما نعبره تمام لكن الميكسيليتين اللي هو الدواء الثاني it is good absorbed after the oral administration بتصور انه عم يجيب حاجه عقيله يس اكزاكتلي
تذكروا احنا قلنا لكم كمان انه لما احنا كنا نستخدمه تذكروا هاي كويس. قلنا لكم انه كثير مرات بنكون مع مين؟ واحد ارفع صوتك وين كنت؟ ابن فريم اكزاكتلي. ليش معنا ابن فريم؟ عشان بيعمل فازو عشان هيك طبعا بازو كونستكشن لانه بيستخدم لوك. بس لو حطينا ابن فريم سيستم وعطينا هاي بي لا بزيد الاريثميا بزيد الاريثميا تمام. عشان هيك اذا بدك تروح تتناول الليوكيميا حتى تعالج فيه الليوكيميا في شهور ما نعطيه مع ابن فريم انه ما هو مخلوط مع الابن فريم انه هو لحاله. إذا مخلوط مع الابن فريم معناتها حصير لك مشكلة كبيرة جدا بالذات إذا أعطيته أي بي وإذا أعطيته إيش؟ واضحة؟ لوكال لوكال أستاتيك ما بسوي شيء ما بسوي شيء أصلاً إحنا بنعطيه لوكال بدون ما يصير فيه مشاكل لأنه لا تزورج الدعوة في الطريق ما هي ريس سيستم إحنا وعشان هيك إحنا ما نعطيه أورالي تمام؟ يا بعطوه أي بي بس لأنه الفيس باس تاعه عادي فعشان هيك بنعطيه أي بي تمام؟ Lidocaine has a wide therapeutic index when acetylene has a long, narrow therapeutic index. Class 3 has, sorry, class 2, lipoethylene drugs is more beta, adrenergic, antagonist, or progress. It's a good better for sure, progress. Yes. Very antagonist. Come on. What do you say about that? The depressed heart rate. الأسينون واليابينون هذا هو المهمين. إذا ترابيك يوز ديبريس أسينون أوتوماسيتي بروهونج الإيبي كونتاكشن and decrease the heart rate and the contractility اللي سألت عليك بشوية إذا تعطي البيتا بلوكرز البيتا بلوكرز تكون بلاك البيتا ريسبتر إيفريوير رحيم يجي منها تمام. وبناء على لأنه هو أصلا تكون فريم بيزيد الكونتاكتلي هو بنقص الكونتاكتلي. Is it good or bad? Good للأريثيميا تعتمد. أهم شغلة إنه هو كثير مرات يمكن يدكريس الفوت في ديمان لأنه لما يصير كونتراكتيليتي عالية كونتراكشن تاع الحمار عالية نحتاج أكسجين أكثر. فإحنا إذا ما بدنا إنه يكون مثلا في مرات بقول اللي هي الكروني ديزيزز تمام هارد كروني ديزيز بكون في سايتوكسينوسيس سايتوكسينوجينا سايتوكسينوجينا تمام. فعشان هيك بكون البلد فلو فيهم قليل فعشان هيك واحد من الاشياء اللي نسويها انه نعطي بيتا بلوكرز بيتا بلوكرز شو بيساوي؟ عشان تقلل الديماند للاكسجين تقلل الكونتراكتيليتي تقلل الديماند للاكسجين. فعشان هيك كثير ناس بكون هو قاعد مرتاح ما عنده مشكله ما بحس بشيست بين ما بحس بمشاكل. لكن لو طلع درج مثلا لو ركبوا له باص لو ركبوا له شيء تمام لو صار عنده اجهاد ليس من اسباب شو بصير عنده؟ بصير عنده جسم. ليش؟ لانه صار في ديماند عالي للاكسجين لانه البلد صار ضيقين ما بسمح للبلد يفوت يمشي فيهم تمام. فعشان هيك عارف في مرات تكون هاي اللي هي ديكريس الكونتراكتيفيتي ديكريس الاوتو ديماند تكون كويسه تمام. طبعا بتلاقي الاريثيميا زي ما حكينا اللي هو بيولي انكريز بيدو تو انكريز اللي هو سيتا بتاعتك عشان هيك زي بلوك هذا الكلام. هسا تتذكر احنا زمان حكينا لكم على الفيلم بلوكرز اللي راح تتذكروا قلنا لكم في شيء سبيسيفيك اللي هو في فور بيت وان في شيء في نان سبيس البروبان البيت وان بيت تمام. هسا في عندنا هذا الاكل اللي هو البروتوكول دوز ار سيلكتيف بيتا وان سيلكتيف شو معناها؟ يعني بس للبيتا وان يكون اللي افكت البيتا وان اللي هو ممنوع اللي ممكن يجي من الهارت على الهارت تمام. هسا بنستخدم مثلا البروبانولول تمام لسه نان سيلكتيف راح يروح ياثر على مين؟ على الهارت واللنج على اللنج على الايريز تاعت اللنج تمام. هسا اذا البيشنت اللي عندك ما عنده مشاكل يجوا لي they can go with بس عنده ازمه البيشنت عنده اصلا مشاكل مثل ازمه مثلا عنده برونكو كونستريكشن عنده شغلات زي it is contraindicated واضحه. فانت اذا عندك الخيار موجود عندك فاستخدم من الاتيلول والميتوكوبول وصار عند الجاب تمام. هسا عندنا هذا الدواء اللي هو الاسبينون تمام اوزو بيتا 1 اللي هو بيتا 1 بلوكر
لكن الشيء المهم فيه انه عنده fast onset of action and very short action. عشان هيك بيستخدموا في حد العملية الإمرجنسي. أي دواء بيشتغل بسرعة وروح التأثير تاعه بسرعة بيكون بيستخدم متى؟ في حالة الإمرجنسي. شو قصدي بالإمرجنسي؟ إنه تستغلايز البيشن، البيشن بيكون عندك بدك بسرعة تتعامل معاه، بدك تخفف الريتين تستعمله، تمام؟ وبعدين بتروح على الدواء اللي هو بياخذ لونجر تايم حتى إنه يشتغل، ولونجر تايم حتى يرقص، بدك كل نص ساعة تعطيه. واضح يا شباب؟ فعشان هيك موضوع مين اللي هو يستخدمه في حالات الإمرجنسي سيتويشن. واضحة؟ دكتور بس صح الريفيو بتعمل ريفيو ايش هنا؟ ريفيو بتعمل ريفيو يس شو عارف في الريفيو في الريفيو بيعمل يعني مش بس يخلي الاوتوميسيتي تاعت الاسي نود قليلة برضه الكوندكشن تكون ايبي نود قليلة فهو بيقلل الهارت ريت كله مش بس الاتريا والاتريا والكريتيكال واضحه يعني هم سلو خليهم سلو واضحه تمام شباب العمر عمر السنين كلها خلال يس زي طيب المجموعه الثانيه اللي بنشوف فيها هي كلاس 3 كلاس 3 تمام شو بيسوي كلاس 3 البوتاسيوم شانلز اللي هو دي مارك البوتاسيوم دي بلوك البوتاسيوم شانل مش بتساوي سلور الريبولاريزيشن هون اللي هو ميكانيزم في اكشن برونكيشن وفي اكشن بتنشأ عارفين طبعا ده خلال البوتاسيوم شانل تمام تري فور تري ديفراكتوري تكي ارتيميز اوف اتريال اند فينتريكولار اوريجن مرات بسموه اتريال اتريوفينتريكولار جنكشن بينهم ما بالاتريوم او الجنكشن بين الاتريوم والفينتريكل او الفينتريكولار تمام طيب this drug has a delayed onset of action and prolonged half life داخل الوقت طويل عادة تعملها هايبرتنشن رادي كارديا من الأشياء الأخرى اللي بيسويها اللي ممكن يعملنا بالمونري فايبروسيس نيوروباثي هيباتوتوكسيسيتي جي اي ابسيت اند ثايرويد نحكي السيفتي مارجن تبعته صغيرة ولا لا؟ ايش يعني؟ نحكي عن السيفتي مارجن تبعته صغيرة ولا لا؟ لا هذا مش اوكي ما عندي مشكله هو سيفتي مارجن بتاعته اوكي بس المشكله فيه انه ياخذ وقت طويل حتى يشتغل ولما يشتغل ياخذ وقت طويل الهاف لايف تاعه كثير عارف عشان الهاف لايف تاعه كثير ما بيطلع من بضل بال سيركيليشن فروم دي بودي تيكس فيري لونج تايم عشان هيك اذا انا عندي الخيار انه انا استخدمه ولا ما استخدمه انا افضل ما استخدمه لانه صار عندي مشكله حتى انه اذا اتخلص من الجسم بده وقت طويل جدا واضحه نعم no. طيب عندنا السوترول اللي هو برضه كلاس 3 معناه انه هو ديبلوك بالنسبه اند اوسو ات از امبورتنت ان سيلكتيف بلوكر تمام وعشان هيك بعملنا كل الاشياء اللي حكينا عليها قبل شوي اللي هو انكريز الريفلكتيف ابيليتي انكريز او ديكريز اللي هو عمليه الادرس فيت اللي بعمل هايبرتنشن بلد كذا طبعا هسه الثلاثه الكيوزز كلها معروفه بالنسبه لكم اما اتريا فيتريكولار واضحه الكلاس 4 اللي هو كالسيوم نوكس ولا احنا قبل هيك استخدمناه حتى نعمل فيهم فازو دايريشن هسه بنعمله كالسيوم بلوكينج بالهارت اللي هو من فازو كونستركشن بالهارت مش بالهارت بالفازلز بالهارت وين بيأثر بالضبط؟ على المصل لا على السيول اليمين وتأثيرهم على الكارديك مصل قليل تذكروا تأثيرهم على الكارديك مصل قليل عشان هيك انت بتقدر تستخدمهم تمام في حالة الهارت فيلير الهارت فيلير شو قلنا شو بيساوي؟ الهارت فيلير شو اصلا شو فيه؟ بتعطي دواء بروح يسكر قنوات الكالسيوم الموجوده على كارديك مصل وبرضه بيخليها اضعف بس احنا ليش بنستخدم؟ ما بنستخدم حتى نضعف عضلات القلب لانه ضعف عشان بدنا نستخدم حتى نقلل البلد بريشر نقلل
after load. بدناش بريشر قدام الهارد، الهارد اذا كان البلد بريشر عالي بده كونتراكشن قوي حتى يدفع الدم، ماشي؟ فاحنا بنقلل الافتر لود حتى نخلي الكونتراكشن الضعيفه هاي بتقدر تمرن البلد. اذا كانت الريزستنس عالي بتنفعش طيب. اذا بيزك بدي بلوك الكالسيوم شغال ديكريز يور كارت كالسيوم اند ذس سلو عمليه الريبولاريزيشن اللي بتنفع على البلاتو. تذكروا البلاتو تمام؟ طبعا الثلاث الكيسز اللي بنكون عارفينها انه هو هذول الدراجز اللي هم الديفرنتل اند ديرتازم بيزيكلي ذي ويل ميتابلايز وعندهم تاثير على هذا السن تمام 3A4 درجز انما هم متاثر بهم انزيمز اللي هم بيعملوا بيتابلايز ويكتبوا درجز معناها انه بيفضل وات ليفر ولا ساينس مود هي بلوك او بسمها ارست تمام طيب كيف نعالجها؟ انتي كولينرجيك دراجز ليش انتي كولينرجيك دراجز مثل الاتروبين مثلا بلاد بايريز حتى نعرفوا يا عمر كل الاسماء في اسماء كثير مش جديده عليهم صح؟ شو بيسووا هذول؟ بزيدوا الهارت ريت كيف بزيد الهارت ريت؟ بسكروا المسكرينك ريسبتور الاكتيفيتي بتاعت الباراسمبتيك نيرفس سيستم البارازمين نيرفس سيستم اصلا هو ديكريز الهارت ريت فانت يوات هيم بتسمح انه هو يشتغل اكثر افضل واضحه؟ يعني هو ما بيزيد وبس بلوك هو فقط بيسكر التاثير تاع البارازمين نيرفس سيستم تمام؟ اللي هو ذيس انديكيتد فور ساينس بريكارديا هارت اندوس باي انستيزيا اسيد هذا الديزيز هذا الاتروبين يسبب هو نفسه الاتروبين هو عبارة عن مسكرين ريسبتر اللي هو بلوكر الاتروبين by itself it does not induce any effect هو بس بعمل بلوكينج للريسبتر يعني تعطيه لحاله ما له اي تأثير شو التأثير تاعه؟ بلوك الريسبتر بس اللي هو بلوك الريسبتر تاع المسكرين معناها الماكر الاسيت الكولين الاسيت الكولين اما هو نفسه ما عنده في عندكم هذه الكلمة بتسميهوها يعني موست لايكلي اللي بصير اللي هو كونستيبيشن ستيبل واضحة؟ بليز إذا حد عنده النص تاعته غيروا لي هاي الكلمة اللي هي بالكونستيبيشن عندنا المجموعة الثانية اللي بنستخدمها اللي هو سنتاثرو ليميتد افكتس بعمل سمباثيتك سيستم شوي لما كان عندنا تجربه يعني كنا نستخدم لوكس وان السمباثيتك هسه عندنا ريدي كارد شو بدنا بدنا نزيد الاكثر عشان نعطي سمباثو ليميتد افكت شو معناها معناها احنا بنعطي مثل ايسوبروتين كوبيتا ريسبتر هذه مش عندها Yes. Does the same thing. For example, if you increase the activity of the CMOD, you can track it in the side effects of the moment you can do the genius. What's that? Yes, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. هايبرتنشن مينلي هو عندنا اللي هو البازو كونستريكشن شو صار فيه؟ صار فيه زياده فعشان هيك هاي الفيكتور ريسيستنس بتكون صار فيها ايش؟ زياده نتيجه لهذا الفاكتورز اللي هو ممكن يصير عندنا زياده في الكارديك اوتبوت نتيجه الكريتي بريشر الارتري كونتراكتيفيتي الهيستون وهذا الفيزيولوجي اللي اتفقنا عليه تمام؟ هسه احنا شو بدنا نساوي حتى نعالج الهايبرتنشن؟ انت هاي نعمل ها اللي موجود عالي في بلد فزز انت شو مسوي قللهم الك
هارديك اوت شو بدنا نسوي؟ نقلل. تمام؟ How to do this in many ways. طبعا حاطط هون انه هذا الهايبرتنشن ممكن يكون نتيجه لرينال ديزيز، حتى رينال ديزيز كثير مرات يعني اسوشيتد مع اللي هو مشاكل في الكارديو فاسكولار سيستم بتاعت الهايبرتنشن. هايبر ادرينو كورتيسيزم. شو هايبر ادرينو الأدرينو كورتيسون بزيد ال يلا في تعال الأدرينال جلاند معناها بزيد معها الأستروجين زاد الأستروجين سينا غازو كونستريكشن ما حبيت انسوا أي شيء حياة إلا هذول. تمام؟ طبعا هاي لأنه الكورتيسون بتاع الكورتيسون هو عادة تحت على الأستروجين الانتنسن سيستم اللي هي الانتنسن الأستروجين. تمام؟ بس عندنا أشياء ثانية اللي هي تاخذ درايز الجلوكوكورتيكويدز. تمام؟ نظام الكورتيكويد انسيتس صوديوم كلورايد. تمام؟ فينيلفرين. كل هاي الاشياء شو تسوي؟ بتزيد البلد بريشر. هاي هسه كيف بنعالجه؟ رح نشوف انه ما في شيء جديد على الاطلاق، كنا انه عارفين كيف الدنيا ماشيه اساسا. تمام؟ شايفين هذا السيستم اللي قدامكم الهايبرتنسيف درايز اللي هي دايركتس. عارفين شو دايركتس؟ نعم. مدر البول نمبر 1 ايس انهيبيتورز حكينا عن المرمات صح؟ لما حكينا عن هالفيل انجيوتنسن ريسبتر بلوكرز من نفس السيستم. تمام؟ وبعدين كاليسيوم شانل بلوكرز اللي حكينا عنه قبل شوي. تمام؟ طيب هسا اللي بدي اياكم تعرفوا هذا الدايجرام ذيس از فيزيولوجي. واحنا قلنا في المساله انه عندنا هايبرتنشن بدل تنترفير مع هذا السيستم اللي ممكن يسوي لنا هايبرتنشن. المسألة المهمة جدا بدك تذكروها اللي هو في حالة الديكريز ان ذا بلاد بريشر شو بصير في السمباتيك اكتيفيتي؟ بتزيد ليش بتزيد؟ عشان يزيد. عشان يزيد. كيف بيرفع بلاد بريشر؟ بيعمل اكتيفيشن البيتا 1 ادرينرجي ريسبتور بالهارت. إذا زاد شو بيسوي بالكارديو أوتبوت؟ بزيده. إذا زاد شو بيسوي بالبلاد بريشر؟ بزيده. مسألة ثانية اكتيفيشن اوف الفا 1 ادرينرجي ريسبتور بالسكوب مصر. ايش المصادر؟ بعمل فازو كونستريكشن. اذا سوى فيها زياده في الكونتراكشن ده شو بيصير بالبلد بزر؟ بالبلد بريشر. اكتيفيشن اوف ذا بيتا 1 ادرينرجيك ريسبتور على الكدني. هاي بتؤدينا الى زياده الرنين. الرنين شو بيساوي؟ بيروح بحول الانجيوتنسن. سوري انجيوتنسن انجيوتنسن. تمام؟ هاي انجيوتنسن. لا بعدين هذا الانجيوتنسن 2 بيشتغل على البلد بزرز بتاعت الكام فاز كونستريكشن او بيشتغل بيزيد من الاستروجين. اذا زاد من الاستروجين شو بيساوي؟ الصوديوم اند ووتر ريتنشن. اذا زاد الصوديوم ووتر ريتنشن شو بيصير في البلد فوليوم؟ اذا زاد البلد فوليوم شو بيصير؟ الرنين بيحول الانجيوتنسينوجين للانجيوتنسين. يس احنا هون على اساس مختصرين يعني هو على يس انجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1 هون احنا بنقول انه زاد الرنين. اذا زاد الرنين في نهايه المطاف انجيوتنسين 2 لانه في 2 ستيبس حتى يخففوا عليهم شوي. تمام؟ بس انتم عارفينها. عشان هيك في عندنا ثايسايد دايركتس اللي بنحدد البروثايسايد عند اللوب دايركتس فورسيفايد بالبيتنايد عند الميداس سبيلينج دايركتس مثل الامير الراين برايم 10 وسبايرال بلاك كمثال. ثلاثة الاخيرات كونترا اندكيتد ان هايبر كليمي ليش؟ لانها بتعمل ريتنشن للبوتاسيوم. بينما هذا اللوب دايركتس هو الأزيز شو بيعمل؟ إكسكريشن للصوديوم هايبوكاليميا بيعمل إكسكريشن لكل شيء. يس بوتاسيوم والصوديوم والكلورا. واضح يا شباب؟ طبعا حتى نخلص الموضوع تاعنا ما في شيء يعني لا في شيء أمني ولا
عشان ما نرجع نحكي على البيتا بلوكرز. تمام. البيتا بلوكرز الخطاب اللي شوي عليهم كثير لما عالجت فيهم الاريثيميا. ليش؟ بقلل الهارت ريت. بقلل الهارت ريت. وانت سألتني قلت لي قلل الهارت ريت شو بقلل الكارديو اوتبوت ولا لا؟ اه قلت لك انا قلت لك بقلل الهارت ريت. بقلل الستروك فوليوم. بقلل بنقص الستروك فوليوم. صح؟ باي ديفينيشن كارديك اوتبوت شو بيساوي؟ هاي بوتنشل. لا اصلا احنا زمان بنعرفوا الكارديك اوتبوت شو بيساوي؟ ستروك فوليوم ملتبلاي باي ديفينيشن. طيب نقصت الاولى نقصت الثانيه بتنقص الثالثه اكيد مش ممكن. طيب إذن هذا الأكشن يدوس الضغط بريشر باي ديكريزين بيطارد الأوتو إنهيبيت الريدير ريليس ديكريز الأجيوتنسيون تو أند الألدوسيون. تمام؟ واللي هو هذا السيستم كمان مرة بنحكي عليه البيتا بلوكر شايفين يا شباب اللي هو دي ديكريز الأكتيفيشن أوف ذا بيتا أدرينرجي ريسبتور وإطلاق ديكريز الكارديك أوتو. بعدين أكتيفيشن أوف ذا بيتا أدرينرجي ريسبتور على الكيدي نقلل الأجيوتنسيون تو decrease the resistance, decrease the testosterone, decrease the water, the sodium and water retention. عرفتوهن؟ قصة القضية. هذا مش موضوع. ظل موضوع ايه؟ نحفظ اسماء الأدوية. واضحة؟ بس. مرة ثانية. بروبرانولول. حكينا لي قبل شوي. نون سيلكتيف. ونقول هو نون سيلكتيف. وان امبورتنت ثينج تو دايركت. بعمل برونكوسبازم. عندك في عنده مشاكل. بيحول الانجيوتنسن 1 لانجيوتنسن 2 وين موجود يعني باللنج اكزاكتلي. تمام. اذا هذا المجموعه المجموعة الثانية أنجيوتنسين ريسبتور بلوكرز اللي هو دي ريسبتور تعافي الأنجيوتنسين. أنجيوتنسين يعني الأنجيوتنسين موجود لكن بدنا نسكر ريسبتور ثاني. المجموعة الثالثة اللي هي رينين انهبيتورز دي انهبيتور رينين. تمام. هذا هو السيستم اللي قدامكم شايفينه اللي هو هاي الأنجيوتنسينوجين اللي هي الألفا تو بلوكر. تمام. الرينين بيحولنا إياها إلى أنجيوتنسين 1 هذا اللي بدنا فيها مثلا دايروتكس. شو اللي حكي سبيرولاكتون؟ سبيرولاكتون يس. مش الدايروتك؟ انتي دايروتكس يس. دايروتك. دايروتك. طب ليش استخدموها؟ برضو دايروتك؟ لا. يس اتس دايروتك. شو؟ بس شو بيساوي؟ الصوديوم. الموار اصلا هو عبارة عن لوكال الالدوستيرون ريسبتورز. لوكال الالدوستيرون ريسبتورز. الالدوستيرون شو بيساوي؟ بيروح بيعمل ووتر صوديوم. ووتر صوديوم ريتنشن. تمام. حسب بلوك الاكشن تاعه شو بصير فيها؟ صوديوم وووتر شو بصير فيهم؟ بيطلع. معناها صار دايركت. ماشي؟ وعشان هيك بنعالج فيه الموضوع. واضح يا شباب؟ المجموعة الأخيرة اللي قبل الأخيرة اسمه كونستراكشن. تمام. الألفا 1 بلوكرز. الألفا 1 بلوكرز شو بيساوي؟ فازو دايليشن. فازو دايليشن هو ضد معطيته كمان فلوكسيدين زامين فازوزين كلهم عبارة عن ألفا ريسبتور بلوكرز. مرات بيستخدموهم مع البيتا بلوكر كنترول الريفلكس تاكيكارديا. لما يصير عندنا هاي تنشن ممكن يصير يعني زيادة في الكونتراكشن تاعت الأرض. عارف ليش حتى يعوض؟ مش هيك؟ فعشان هيك مرات بيستخدموا معاهم هو البيتا بلوكرز. الكالسيوم بلوكرز اللي هم عدد ثلاثة زي ما حكينا قبل شوي والقلم أمبوزيتين حكينا عليه المرة الماضية. شو بيسووا هو؟ بيسكروا الصوديوم على مين؟ أكل بزر. تمام؟
ساعات شو بيعملوا لنا بيعملوا لنا باز دايليشن واضح شباب تمام يعني هذا مش اللي هو دايركت اكتف باز دايليشن كانت بروسايت اند هايدروليزيم كان عليه برضه المره الماضيه كان على الهارت اوكي معي ومش معي ما اخر شيء اللي تركز تو تريت الفومبوليزم كان فومبوليزم جلطه تخثر يعني تخثر فومبوليزم اللي هو كثره اما بتكون موجوده على الدبزز ثابته او بتمشي بالسيركيليشن فروزن اثنيناتهم خطيره قديش لهم خطيره يمكن يسكروا ال اذا عملوا الدبزز ليش مهمه الحافه مثلا في البرين باللاين على اساس سكيم يسوونا سكيم عملوا سكيم يشمعملوا نكروس عملوا نكروسز ما معنا صار عندنا دامج بالتشو وفي تشو إذا صار عندنا دامج خلاص روح فعشان هيك عندنا مجموعة قدرة حتى ما أعرف عليكم مش عارف ليش أخذهم خذوا البلد الجنوبية صح؟ خذوا المتروجي؟ هينا بناخذهم ما شاء الله عليكم هذا كله الحكي اللي هون كله عارفين اللي هو متى بيصير عندنا هذه الفترات اللي هو ممكن يصير عندنا ابنورمال انتيتي ستراكشر سلو داون ستاتيك بلاد فلو انكريز برو فول سبستانسز تمام او انكريز بيؤدي بول فايبروليتيك السبستانسز تمام بكل الاحوال هاي الكومبس اللي بلوت الانتيتيس بلاد فازل والمنصه اللي بتكون هي ماشي تمام وهاي السلايد اللي بعدين بدي اطول عليكم حتى انه تروحوا إذا بصير عندنا إنجري بالبلد بزل أول شغلة بصير عندنا استيميليشن للكوأجوليشن سيستم تمام؟ وهذا فايبرين في هذه المرات بحولين البروتون الثرومبين الثرومبين بحول فايبرينوجين للفايبرين الفايبرين بيعمل لك مش بشكل زي كيلو بتمسك مع بعضها مع اللي هو التريتمنت اللي بصير فيهم أجريجيشن تريتمنت اللي بصير مع بعض فحتى هؤلاء هم متجمعين ويمسكوا مع بعض بيعملوا زي شبكة This is the normal if there is an injury. هسا مرات إذا صار في عنا injury وإحنا مش عارفين عنه جوا blood vessels. هذول ال factors اللي دوم تريكم بايزن هذا طبيعي هذا طبيعي. كيف بصير الجلطات عند المرض؟ هذا بعرف كيف بصير. يكون في نقص في الكوليسترول. الوول تاع ال blood vessels تمام؟ وبعدين بيصير دامج من الانفيديال سيلز اذا صار دامج من الانفيديال سيلز شو مسوي؟ كلوت هو السيستم لحاله بيعرف بيقول له فين هنا في مشكله هنا في مشكله شو بنساوي؟ كلوت بنعالجها كيف بنعالجها؟ اذا سكرها خلصت واضحه؟ طيب هسا الادويه اللي بنستخدمها اللي هو بنبني على الفاكتورز اللي هم بيعملوا كوردينيشن ماشي؟ أو إنه إحنا بنستخدم أدوية اللي هي إذا صارت كلوت بنعملها ديزولف فيبرينوليتيك أو إنه إحنا بنعمل اللي هو بنمنع البليتلت أجريجيشن اللي هو الأدوية اللي شو اسمها البليتلتس اللي بتجمع مع بعض الدواء الأول اللي هو هيبارين أند بيوم بيولر ويت هيبارين شو بيساوون؟ بنبدأ اللي هو ترومبين شو بيساوي؟ بحول فايبرينوجين لفايبرين عشان هيك هذا هو الاكتيفيتي الانتي ثرومبين اللي هو بيعمل سبريشن للثرومبين ثرومبين تمام انا بدي اكتب كونفرجن اوف ذا فايبرين كل الادويه اللي راح نحكي عليها ون ميجر سايد افكت اللي ايش هو؟ ثرومبين بليدنج ايش؟ عارفين ليش؟ لنمنعه عمليه تخفف تمام؟ عشان هيك هون الانديكيت كلمه الاكسبانشن اوف الكومباينر بيبين ان يو ار فاين فايبريشن اوف فورميشن تمام وان دي دي هاي سيستم دي اكشن دوز ار ميجر سايد افكت اوف دي بارين اند بوك تمام المجموعه الثانيه او الدواء الاخر اللي هو الوارفرين تعرفوا الوارفرين هسه الوارفرين الفيتامين كي انت فيتامين كي تمام هو بيعمل انهبيشن الفيتامين كي ايبوكسيديز ريدكتيز تمام وهذا الفيتامين كي اتس فيري امبورتنت بنعمل انهبيشن اللي هي الفاكتور 7 9 10 الفاكتور ساعات الانهبيشن One thing اللي هو هذا بيقدر احنا بنعمل ريفيرس
يعني لو اعطيناه صار عندنا بليز لو صار عندنا السايد افكتس عادي شو بتساوي؟ فيتامين كي واضح شباب؟ والباقي الكلام نفس الشيء والبليدنج والهورج كله بيجي تمام؟ الدواء الاخر اللي هو يختلف عنها فايبرينوليتيك دراكس مش يعني فايبرينوليتيك دراكس يتحتم الكلوت الفايبرين مش هيك؟ فبكون في اوريدي خضره موجوده لكن بمنعه ماشي؟ هذا اذا الخضره صارت موجوده اذا الكومباي كانت موجوده شو بسوي فيها؟ بعمل لايسنس لو من خلال هذا السيتوكاينيز ستريبتوكوكس يا ستريبتوكاينيز تمام مع البلازميوجين بيحول لنا البلازميوجين الى البلازمين بيعمل لايسس للفايبرين بيحول لنا الى ديجريديشن ريدوكس لما هو فايبرين بوليمرز اذا هو المفروض يروح لهذا طيب شو يسوي بالخضره؟ بيعمل لايسس وان ثينج بس بدي اتذكره مش مكتوب هنا اللي تقريبا هاي اللي بستخدمها فور بيشن يعني لازم يكون اقل من 4 ساعات صاير هذا اذا كان اكثر من هيك عاد ما بشتغل واضحه؟ لازم يكون فور ذا تايم مش ما بيشتغل هو لانه بكون الدامج اوريدي حصل للتيشوز واضحه؟ في عندنا الدواء الاخر تمام اللي هو ريكومبيننت تيشو بلازميوجين اكتيفيتر تمام؟ This is a recombinant لايك ستريبتوكينيز بس التأثير تاعه أقل ليش؟ لأنه عنده هاي سبيسيتي 45 within the thrombin ما بيشتغلش على البلازميوجين اللي موجود في الوقت عشان هيك السايد افكت تاعه بيكون أقل لأنه هو سبيسيتي فور وات 45 اوكي؟ طيب لا طلع صح طيب طلع فكرت هذا آخر شيء كنت تعرف الأسبرين ايش مسوي؟ ثرومبكسان اي 2 للكوكس سيستم تمام ليش؟ لانه هذا الاركيونيك اسيد اللي جاي من الريفورس من بلوك للكوكس كلينا حتى يتحول الى ثرومبكسين اي 2 لو شو عملنا بليتلت اجريجيشن فاحنا لما نستخدم الاسبرين هو شو بعمل؟ بمنع انهبيشن للكوكس انزايم بالذات الكوكس 1 اذا عمل انهبيشن للكوكس 1 معناها بعمل انهبيشن للثرومبوكسين اي 2 اذا عمل له الكوكس شو بصير عندنا؟ ما في اجريجيشن واضحه؟ يس دكتور بس في معلومه كثير حلوه يعني ما بعرف يمكن اللي راح يسمع برضه راح يحفظوا هيك يعني كيف بربط الفيتامين كي بانه هو بيعمل تخفق او عامل تخفق قوي قبل فتره في ممرضه بايطاليا او اسبانيا مش متاكده وين القصه كانت تقتل البيشنتس تبعونها انها كانت تعطيهم فيتامين كي اي جي فانه قتلت يعني عدد من الناس وما كان في اعراض هذا الشيء المميز انه لما يكشفوا يفتحوا الجثه ما بيلاقوا شيء غريب يعني هم بعدين بالاخر لما صاروا انه يسالوا على طريق الناس صاروا يسالوا الاقارب كذا الشيء الوحيد انه المشترك انه نفس الممرضه كانت تعالج كل البيشنتس فبالاخر كشفوها في حدا عنده سؤال يا شباب؟ في حدا عنده سؤال؟ كم محاضرة ضل؟